في حساباته خلال الفترة القادمة. الحقيقة قبل بس ما انهي هذه الحلقة، انا عندي رسالة مهمة جدا جدا لحضراتكم. خلال هذا الأسبوع مجلس إدارة النادي الأهلي اشتغل على بعض الأمور من حوالي 4 أو 5 شهور. طلعت قرارات مهمة جدا يوم الأربع زي ما حضراتكم شفتوا، شراكات اقتصادية كبيرة جدا مع شركة استادات. الأربع والخميس الصبح او طول النهار الحقيقه الامور كانت، او كل جمهور النادي الاهلي كان سعيد ومبسوط. طيب هعمل فورتينا ازاي ما بين جمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته، او ما بين جمهور النادي الاهلي بينه وبين بعض؟ هعملها ازاي؟ لازم اعملها في حاجه تكون الناس كلها شايفاها، لازم اعملها في حاجه تكون كبيره. وده اللي حصل النهارده بالمناسبه. ده اللي حصل النهارده. احنا سعداء جدا باللي حصل من يوم الاربع، او القرارات الاقتصاديه بالشراكه الاقتصاديه مع شركه استادات خلت كل جمهور النادي الاهلي فرحان وسعيد ومبسوط. بقى عندك استاد، بقى عندك حمام سباحه اولمبي، بقى عندك، هيبقى عندك فرع في الصعيد، بقى عندك كل ما يخص سواء الجمعيه العموميه او جمهور النادي الاهلي. كل حاجه هم كانوا بيحلموا بيها او الحاجه اللي هم حابينها، كل مجلس اداره النادي الاهلي قرر خلال الاربع او خمس شهور اللي فاتوا كان بيشتغل عليها وعملها يوم الاربع. كل جمهور النادي الاهلي كان فرحان، كل جمهور النادي كان مبسوط، وبالتالي لازم تحصل حاجه. مش هنسكت احنا، عارفينهم انت طبعا، عارفينهم طبعا حضراتكم اللي انا بتكلم عليهم، الناس اللي بتقعد تلف وتدور علشان توصل لحاجه معينه، وهي ان انا ازاي افسد فرحه جمهور النادي الاهلي، ازاي افسد فرحه هذا الجمهور اللي بالمناسبه، ومحدش يزعل من الكلام اللي انا هقوله، جمهور النادي الاهلي مختلف عن اي جمهور. مختلف عن اي جمهور ليه؟ لاسباب كتيره جدا، ولكن اول هذه الاسباب ان جمهور النادي الاهلي دائما ما يقف ويساند فريقه مهما كانت ظروفه. مهما كانت ظروفه. مهما كانت ظروف الفرقه ومهما كانت ظروف الجمهور. جمهور النادي الاهلي عمره ما مش عايز اقول بينتقد، بلاش بيشتم دي، بينتقد حد تاني. مش عايزين نطلع بره ان احنا نقول اصل النادي الفلاني ده بيعمل والنادي مش جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي اكبر من كده بكتير جدا جدا جدا. وما حدث في استاد السلام النهارده الحقيقه اللعيبه برضو، خلي بالك حضراتكم واحنا في الملعب كلاعبين، يعني اللعيبه اللي بتبقى في الملعب بتتاثر بما يحدث. اللعيبه اللي موجوده في الملعب بتتاثر وبشكل كبير جدا بما يحدث خارج الملعب، وخصوصا لما تبقى اول مره من فترات طويله جدا يكون موجود 15,000 متفرج موجودين في استاد النادي الاهلي. فاللاعبين النهارده كانوا وجهه نظري انا ما اعرفش الحقيقه، ولكن وجهه نظري ولازم اقولها، ان اللاعبين كانوا متاثرين بما يحدث خلال الشوط الاول بالكامل. على الرغم الشوط الاول عدى بشكل مميز، لكن الشوط الثاني الحقيقه كان واضح جدا، اللعيبه اكيد بتخش وبتشوف ايه اللي بيحصل. ولكن الحقيقه بعد كل اللي انا بقوله ده، لا يجب ان نصدر الاحباط لاي حد. جمهور النادي الاهلي هو ده دايما سنده وظهره، وهيفضل دايما سنده وظهره. جمهور النادي الاهلي هو اللي دايما هيفضل واقف خلف فريقه مهما كانت الظروف. قرارات كانت مهمة جدا هذا الأسبوع، وأنا آسف إن أنا بأكرر هذا الكلام، ولكن كانت قرارات مهمة جدا جدا هذا الأسبوع، خلت الناس الأهلاوية فخورين بإن إحنا أهلاوية، فخورين بإن إحنا موجودين في هذا النادي، فخورين إن إحنا بنشجع هذا النادي. وبالتالي لازم نعمل الفورتين، لازم نعملها، لازم نعمل حاجة تخلي الناس كلها تقعد تتكلم عنها. فعشان كده خلي بال حضراتكم الفترة اللي جاية هيبقى فيها من الكلام ده كتير. الفترة اللي جاية هيبقى فيها من الكلام ده كتير، واحنا دايما بنتسند على جمهورنا. حتى لو كان جمهورنا عنده حاجة غلط عملها، فاحنا دايما بنتسند على جمهورنا وبنقف على جمهورنا، لأن احنا كلاعبين، يعني أنا بتكلم اللاعبين دايما بيتسندوا على جمهورهم ويقفوا على جمهورهم وبيحسوا بنبض الجمهور وبيحسوا باللي بيحصل في المدرجات. كلنا كل لعيبة وعارفين واحنا في الملعب لما الجمهور كان بيقول كلمة كده أو بيزوم على اللعيبة بتبقى الأمور بالنسبه للعيبه صعبه جدا. فعشان كده النهارده يوم معدى، خلي بال حضراتكم من اللي بيحصل. لولا تدخل الكابتن محمود الخطيب وان هو احتوى الموضوع الحقيقه ومجلس ادارته، كانت الامور ممكن ان تتطور بشكل جمهور النادي الاهلي ما يحبوش، اللي هو
داخل الملعب، انا بتكلم داخل الملعب، ماليش دعوه باللي بيحصل بره الملعب، ولكن انا بتكلم باللي داخل الملعب. فعشان كده انا بقول لحضراتكم دائما انتم السند وانتم الظهر، ولكن في النهايه خدوا بال حضراتكم من اللي بيحصل، وخدوا بال حضراتكم من الناس اللي عايزه تفسد فرحه جمهور النادي الاهلي خلال هذه الايام. انا اسف جدا ان انا طولت، وانا اسف طبعا بعتذر لزمايلي في خط احمر، لان منتظرين، انا عارف ان جمهور خط احمر منتظر البرنامج، فبعد قليل ان شاء الله هيكون مع حضراتكم برنامج خط احمر. انا اسف ان انا طولت، ولكن كانت رساله مهمه جدا لازم اقولها لكل جمهور النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبالمناسبه انا بكره عندي لقاء هام جدا جدا، واحد من اهم وافضل اللاعبين اللي لعبوا ناحيه الشمال في النادي الاهلي وفي منتخب مصر، واحد كان بيلعب بيمينه بس كان دايما بيلعب باك شمال، النجم الكبير الشيخ ربيع ياسين، كابتن ربيع ياسين هيكون معايا بكره في حلقه في برنامج سهره معه، ان شاء الله يكون فيها ذكريات جميله جدا جدا لكل جمهور النادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، والف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، وخدوا بال حضراتكم الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا، لان هناك مفاجآت اخرى سيتم الاعلان عنها خلال الفتره القادمه، فخدوا بالكم من اللي بيحصل جوه ارض ملعب واستاد النادي الاهلي. انا بشكركم شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي غدا وحلقه من برنامج سهره مع واحد من نجوم الجيل الذهبي للنادي الاهلي، النجم الكبير كابتن ربيع ياسين. اشوفكم بكره ان شاء الله.